الذي يجب أن يدركه الكل أن هنالك ثالوثا مهما الآن في المعركة ضد وباء كورونا، تبدأ بالمثلث الصحي العسكري الاستخباراتي. الصحي هي المنظومة الطبية والعلمية والعلاجية والإدارية واللوجستية التي تقدم خدماتها إلى المصاب، وهذا لا نشكل عليه لأننا رأينا وشاهدنا صورا حية وكبيرة لهؤلاء الأبطال قدموها. المثلث الثاني اللي هو العسكري هو الذي يقوم بتنفيذ الواجبات الحقيقية في تطبيق حظر التجوال وفقا لما يقرره المختصون من أزمة من خلية الأزمة ومن الجهات التي تريد أن يكون الحظر بهذا الشكل جزئي كلي تام. الجزء الثالث أو المثلث الثالث الذي هو الاستخباراتي، والمعنى الاستخباراتي هو معرفة الملامسين أو المناطق التي يحصل بها أو البؤر اللي موجودة، وبالتالي توفير المعلومة الدقيقة إلى الأجهزة المختصة التي بالتالي تتعامل مع المعلومة بجدية كاملة، والذهاب إلى هذه المناطق وسيكون لها قرار وفقا لما ترتئيه. العالم اليوم تعامل بهذه الروحية وتعامل بهذا المنطق ووفقا لهذه الأسس ولهذه واعتمد هذه المعايير، لأنه لا خيار أمامه غير هذا. الآن العسكر بشقي الميداني والاستخباراتي، وكذلك الجانب العلمي المتمثل بالجانب الصحي للأطباء والإدارة، وأيضا أضيف إليه الجانب الإعلامي وهو الجانب المهم والمهم جدا، لأنه هو حلقة الوصل المهمة التي ينفتح على هذه القطاعات وبالتالي يوصل هذه الرسالة إلى الجميع لغرض أن نصل من خلال الإعلام والسادة المسؤولين أننا نقدم ما تقدمه الوزارة وما يقدمه المختصين إلى الناس لكي يتفاعلوا. يعني عندما نتحدث عن الوزارة، عندما نتحدث عن الكوادر، عندما نتحدث عن الأبطال، هنالك إشراقات حقيقية، وهنالك تضحية، وهنالك إيثار، وهنالك موقف، وهنالك بطولات. لكن قلتها وأقولها وأعيد القول مرة أخرى أنه الآن الحلقة المهمة هو المواطن كيف يلتزم، كيف يقدر حجم المسؤولية، كيف يقدر هذه المعركة، ماذا يدير وكيف يدير هذه المعركة. ما نلاحظه اليوم يا أخواننا المواطنين أن هنالك تماهل وهنالك تكاسل وهنالك استرخاء وهنالك عدم جدية في التعامل مع هذه القضية. إذا تريد تقتنع بهذا اذهب أنت وكورونا فقاتل، لأنه الآن إحنا في ظل معركة خطيرة جدا العالم الكل يعاني منها، وأنتم تعرفون مستوى التخصيصات والبنى التحتية وما مر به العراق خلال 17 سنة. فهنا يجب أن يكون تقديرا للحاجة في هذه المعركة تحديدا.